عزيزاتي المتتبعات، اليوم شاف روزي طبخ الحلويات. اليوم فتحت لكم المجمد نتاعي تاع الثلاجه، ماشي المجمد الكبير، باش نوريكم يعني شراني، يعني واش راني دايره فيه. يعني صباح اللي مكونجلي هنا، يعني راه فيه لا كلاص كلشي، مازال ما يعني في وقت ما نقيتهش، ها وانا مازال فيه لا كلاص. يعني الثلاجه نعرفوا باللي ما نقوهاش حنا كما قالت لك هي كل يوم، تحت تاع الخضره صح، بصح المجمد من دايرين فيه مواد ما نقدروش نقوه كل وقت. هنايا كيما كتشوفي هنايا داير هنا كي نقول حنا الدجاج والداند نتاعي تاع الشهر كامل. ها وينا داس هنايا الداند والدجاج، ها وينا ثاني من هي، ها وينا يعني داس شويه تاع فيون داشي كان عندي كاع من شهر، من يعني في شهر ولا داس، تما ما استهلكتش واحد الشيء 50 ميل، يعني نحوس ندير بها غراتان. يعني انا نتبع الجدول الوجبات اللي نديره لولادي كما تشوفوا هنايا. هما انا درتهم في لي زيبلوك، يعني غسلتها بالخل والماء والملح، من قطرته درته يعني في لي زيبلوك كما كتشوفي هنايا. راني دايره هذاك التمر، ها روينا، ها وينا التمر البيدو الزوج، راني درته في المجمد الاخر، ها وينا التمر هذاك راني داسته اللي وريته لكم، ها وينا. يعني انا نوريكم فيه خبايا يلا كما يقولوا الخبايا العائليه، يعني المجمد تلقي فيه اسرار الدار. هاونا هذاك الغرس ثاني اللي دايرته هنايا، ها كما كتشوفي انا نوريكم يعني صريحه مع احباباتي. دايره الحمص، ها وينا ثاني قدرتها في الباب، ها وينا راني مجمده الحمص. يعني كي نبغي نطيب اي حاجه نلقى الحمص عندي. يعني السيده دائما كل يعني كل مره كي نقولوا حنايا تشمخ رطل وتخليه اونسي جامي، ولا نص رطل ولا علاش بالظروف الافراد العائله ما تحسيش كاش ديري بيه. كما كتشوفوا هنا الحليب، ها وينا اللي داس 4 شكار تاع حليب، تعرفوا الحليب تاع شكاره، حنايا الجزائريين مش مشكاره، يعني انا انسانه بسيطه، يعني ما نبغيش نتجاوز كينو ميزانيتي ونتقلش ونقول لكم كونديا، باسكو كونديا نكزيست با اون الجيري كيما يقولوا للاخوات. هنا شويه تاع مكسرات، يعني غير شويه فتات حوالي فنجال ولا درتها هنايا، كي نسحق نستخدم بها نخدم. هنايا هذيك الطوماطيس اللي نستعملها معاكم دائما، هاي وينا اللي نكونجليها كما كتشوفوا، ها اللي نكونجليها. زيدي راني داس هذاك، ها وينا هذاك البرقوق وال البرقوق والمشماش، هذا التالي اللي جبته في الشهر هذا، ها وينا كما كتشوفي فيه، ها وينا. وهذا الاول، هذا الاول ها وينا اللي شريته ثاني، اللي فيه شويه تاع لوز، فيه الزبيب، فيه وفي شويه برقوق وشويه مشماش. يعني انا كل شهر قلت لكم نشري كميه، شري 50000 نشري 60000 ولا ما تحصيش سا ديبون كل مره وكيفاه. هنا يعني داس لاصوص قسمتها، دوك نوريكم لاصوص، هاي ولا راني خادمه لاصوص، راني خادمتها هنايا. شوفوا في هذا الكيسان، هذا الكيسان جو طاب، نعرف كي يسموهم صحاب القهاوي والله ماني حافظه كيفاش يسموهم صحاب القهاوي. ها موينا، ها موينا راني داسه هنايا، ودايره ثاني في المجمد الكبير، ها كيما كتشوفي، وراه ثاني حدا كان الغرس، ها راه وينا ثاني. يعني كي نسحق نخدم به اي حاجه نلقاه، يعني اوريو باش تخليه برا يحمر لك ولا نعرفوا بلي التمر يعني كيتعرض شويه الحراره، اي حراره تاع المطبخ ولا يغسل. ها وينا كيما كتشوفي، ها هنا لاصوص تاعي، ها هي وينا كتشوفوا فيها مع راه بارد، وراني محمه يعني نخاف انا من البرد باسكو ذراعي يوجعوني. يعني ها كاين واحد الوقت قالت لي بلي انا ثاني ذراعي يوجعوني، يعني كيفاه انا شوفي سنوات واحد الشيء 6 سنوات ولا 5 ولا يوجعوني ذراعي، غير نقرب البرد يوجعوني ذراعي، نقرب البرد يوجعوني ذراعي، ولا نغسل بالبرد، ولا كيجي البرد في الشتاء يوجعوني كتافي ذراعي، ما نطيقش حتى نرفد ولا ما نطيقش نخدم. بصح كنت يعني من تبعت واحد الشيء الميدسان تما اكتشفت بلي عندي التهاب في الكتف، يعني كي يكون عندك التهاب في الاوتار هذوك تاع الكتف، هذاك هو يقبضك الشهر كي نقولوا حنايا. مع راني نتبع فيها يعني الحمد لله ليسونسيال، واحد يعرف كي يحافظ على روحه. ها وينا كيما كتشوفي، يعني هذا مازال ما ديكونجليش ما ديكونجليتش لا كلاص تاعه. ها وينا يعني انا هذا المجمد الصغير تاع الثلاجه كيما راهم يشوفوا الاخوات. انا ثاني عندي السلق، ها وينا ثاني السلق، ها وينا ها ثاني السلق اللي ديرتها في الباب اللي وريتها لكم داك النهار. ها كي نسحق نبغي نطيب شكشوكه ولا كراتان غير نشله ونخدم به.
يعني الاخوات راني نخبر فيكم يعني اسرار اللي نديرها انا في المخات وحده. قالت لي ورينا يعني المجمد هذا الشيء كيدير فيه، نوريكم الصغير ودوك من بعد نوريكم الكبير. ها هو يعني وكاش نعرف لا نقي باسكو قلت لكم انا شويه ما نستحملش البرد. كي توشي ها كيما تشوفي هذا هو يعني احنا الجزائريين قاعد دايرين كيف كيف، عندنا نفس يعني تقريبا نفس التصرف ونفس النمط المعيشي. نخدموا بالشكاره حنونه بالشكاره بالشكاره، ما كان لا كون ديالو ميحزنون كلشي راه دروه غايمه. ايوا يعني الاخوات كيما نقول لكم داك نرجع هذاك السلق تاعي ندير دايرته في الباب تاع الكونجيلاتور. ها وين ما هي ها ونرجع داك ها هذاك البرقوق ولا وشويه تاع اللوز والمشماش ولا يعني كل شهر دير هذا كيما هكا، كل شهر شري كل شهر شري شويه شويه ووفري في المجمد. النهار اللي يجي رمضان اذا كتب الرحمن يعني كاع ما تسحقوش، يعني ما تضري تفرضي على روحك يعني ما تجوعي ما تقعدي تخمي شان ندير وش ما ندير وش ندير ولا ما شامل. يعني نصيحه للاخوات انا نعطيكم الطريقه اللي يمشي بها اقتصاديه ناجحه، توفري تعيشي مرتاحه، دراهمك في جيبك حاجه ما تخصكش. كيما قالت لي وحدك شي الاخت ما حانوتي في داري ونتسلف مع عند روحي. ها شفتوا الساجيات كيديروا، هذا هما الساجيات. يعني انا هذا اللي نعطيها لكم كيما كتشوفوا كيما هكا. والمجمد الاخر كاش نهار ولا ثاني نوريكم شاني دايره فيه. انا ما ندير ندير غير حوايج ضروري، دايره فيه العنب، دايره فيه الاخر كيفاش يقول له الخوخ كل اللي كونجليتهم، ودايره فيه الطوماطيس ثاني هكا كيما كتشوفي دارتها في الكيسان هذوك تاع لاصوص اللي ندير بها بيتزا ولا لي كاغاتيم ولا، ودايره الطوماطيس يعني طحنتها ثاني يعني حب طحنتها باش ندير بها شوربه ولا حريره ولا باش كيجي البرد ولا كي نقول حنا تسحقي ما كيش مجبره يعني باش تحوسي تشري الطوماطيس ديك الناشفه اليابسه ب 10000 و 12000. يعني انا الاخوات دائما نوريكم كيما هاك. ها وينا كيما كتشوفي هذا الدواجن اللي شريتهم انا في شهر هذا نوفمبر. شريت هكا شريت كيلو ورطه تاع دال وجبت نص تاع دجاجه فيها حوالي فايت كيلو فايت فيها 11 كيلو ورطه هكا خاطش دجاجه كبيره قسمتها على زوج. ها كيما كتشوفي فيها هنايا ها هي وينه يعني هذا اللي نستهلكه انا في شهر تاع نوفمبر. ها الدانز كيما قلت لكم راه يجي مليح ها كيما كتشوفي ها يعني قطعه لي كيما انا كيما نبغي انا كل مره ندير طرف يعني كي نخدم. ها كيما كتشوفين ديجا كنت مازال كنت باين نقيه ها وينه، انا نقيه بالملح والخل نقيه مليح ونخدم به. ها هو يعني احسن من اللي اللحم الغنمي راه غالي راه يدير 240 ولا مش عارفه. اشري الدجاج راه نقص، الدان ثاني راه نقص يعني وسهلك. هذه كميه انا عندي نفوت بها شهر تاع نوفمبر باسكو كاين شي مرات ما نديروش اللحوم الدواجن ما نديروش، نديرو لي بيتزا نديرو الكاراتيه كان نديرو ديك غاتا ما يطلبوش لحوم نطلبو يعني كل مره وكيفاش يعني باش تقدر السيدات تمشي الامور تاعها ولا الميزانيه تاعها باش ما تتعداش الميزانيه. باسكو اذا وليتي تدخلي دي في دي صدقيني التقسيم تاعك ما ينجحش. يعني هذا هي الطريقه اللي نخدم بها انايا كيما كنتشوف. نتمنى يعني كاع الاخوات يعني يمشوا بهذه الطريقه كيما قالنا يعني باش تقدري تمشي الميزانيه تاعك. ها هي وانا جبت لكم كيكه بزوج حبات تاع بيض ماشي كيما تاع المره اللي فاتت، هذه بطريقه اخرى. هذه غير جارتي عند عيد ميلاد تاع وليدها قلت نخدمها لها كادو. هنا درت زوج حبات تاع بيض قرصه تاع ملح، درت كاس نص كاس تاع سكر عادي، درت مغرف كبيره كما كتشوفي تاع لافاني باسكو ملي يكون البيض دائما نديرو لافاني باش نبدلو الرائحه تاع البيض ونبدا نخلط. تقدري تخدمي غير فوي ليسونسي خلطي السكر مليح كيما كتشوفي هنايا. درت هنايا حوالي 4 مغارف ولا 3 تاع زيت كيما كتشوفي يعني الزيت ما تقويش، درت غير 3 تاع الزيت 3 مغارف تاع زيت وقعدي تخلطي. قلت لك انا ما عندكش باتير خدمي غير بالفوي بصح المهم السكر هو الاساسي لازم يذوب. درت مغرف تاع خل اي خل عندك ابيض ولا احمر، درت حوالي مغرف معمره تاع مايزينا، هنايا كاس تاع فرينه قلعت منها مغرف عوضتها بمغرف تاع كاكاو. والفرينه كي تجي تعبروها ما تضغطيش على الفرينه في الكاس يعني رديها عادي المهم يكون معمر.
اقلعي داك المغرف تاع الفرينة عوضيها بالمغرف تاع الكاكاو، واذا بغيتي ديريها بيضة خلي الكاس معمر وما ديريش الكاكاو. هذا ما كان دائما في العبر تاع الفرينة ما تضغطيش باش يعني المقادير تجيك يعني سوا سوا. كيما كتشوفي ديري نص كاس تاع محامي باش الباتير تاعنا ثاني ما يخسرش. كيما كتشوفي قعدي تخلطي، ومن بعد زدت زيت لا ليفير باسكو نورمالمون نديرها مع الفرينه، وانا كنت مقلقه مع الفطور بجهه مع قاعده نخلط لها فيها شويه تقلقت. من بعد عاد زدت تفكرت بلي لا ليفير جبتها وقعدت ندير فيها كيما كتشوفي هنايا، يعني باش تجينا اسفنجيه وتجينا مليحه. هنا كيما كتشوفي هاي وين هنايا درت نص باكي تاع لا ليفير، درت باكي تاع لا ليفير، درت وحده تاع الخمرات الحلويات باسكو قلت لك كنت مقلقه وقاعده نخدم. كيما كتشوفي هنايا خلطي مليح وصاي. جبت انا ما عنديش المول هذاك المدور تاع 20، يعني المدور تاع 20 22 سنتيم، من 20 حتى 22 سنتيم ما عنديش. درت الطاوه، عندي طاوه هذه هنا فيها 22 سنتيم، فرشت لها البابي وزدت لها بابي هذا غير تاع الرسم هذا اللي يستعملوا ولادنا في الايكونات، مقصه على حسب الطاوه نتاعي وقفته باش كي تطلع لي الكيكه نتاعي ما تهبطليش في الحواف منا ومنا. كيما كتشوفيني والفور تاعي راه حامي، انا عندي الفور هذا بروليكس شويه يحرق، دايره كاسرونه فيها الماء تحت الكيك وخليتها طيب. هنايا في هذيك المرحله جبت 250 غرام تاع الزبده، حد 200 حتى 250 غرام تاع الزبده، ديري كاس تاع سكر كلاص ما يكونش معمر بزاف كيما هكا وقعدي تخلطي فيه. قلت لك لا ما عندكش الباتير ديري الفوي بصحيح غبنك شويه في هذه المرحله، خلطي بالباتير مليح حتى تطلعي هذيك السكر كلاص مع هذيك الزبده كيما كتشوفي. ماشي شرط نوع تاع الزبده، المهم الزبده اللي تكون عندك، المهم ما ديريش صول باسكو صول فيها الماء بزاف. جيبي زوج تاع ولا بتاع دانيت، هنايا انا استعملت لها بدانيت، قلت مع الدراري شتيهم يبغوا حاجه شيكولا، عندها غوريان صغير بدي لها لعيد الميلاد، قلت انا شندير لها كادو، قلت لهم ندير لها كيكه. ها وينه بالدانيت، نعرفوا الدراري كاع يبغوا الدانيت. ها وينه طلعتها، شوفي في هذه المرحله خليتها كيما هكا، غطيت هذا البورتمونجي ودرتها في الثلاجه باسكو نعرفوا الزبده بتخلط شويه تطلق، درتها في الثلاجه. الكيكه تاعي هذه كنت مقلقه عليها، درتها في المجمد حوالي ساعتين وجبتها. شوفي قلعت لها البابي، شوفي كي راهي جايه خفيفه، طالعه خفيفه ما عندها ما خاصها ما تقلعي منها والو. دوك تشوفي هنايا السيرو، درت ثاني السيرو في الدار كيما كتشوفي هنايا، قطعي غير بالسياس. هاي وين شوفي كي تجي دايره، يعني غير بزوج حبات بيض خدمت لها لولدها لانيفيرسير تاعها وجات ولا اروع. كيما كتشوفي هنا درت السيرو هذاك، زدت فيه العطر تاع الكراميل. هاي وين نشرب فيه السيرو، نعرفو كاع على خواتي يديرو السيرو تاع لي كيك. كيما كتشوفي هنايا لا من هي تاع الشيكولا، درت لها عطر الكراميل وشربتها، درت لها طبقه هذيك تاع كريمه الزبده. قلت لك تجي عندها بنا قسما بالله تقولي تاع برا. كيما كتشوفي مشيتها غير انا غير بالادوات السهله اللي عندي خدمت بها، غير بلا كوبات انا عندي ديك المغرف اللي خدموا بها بصح. هاي وينا قلت لك درت مع تجمد هذيك كريمه الزبده. في الطبقه التاليه فوق ديك كريمه الزبده عندي شويه مكسرات كانوا هكا عندي في المجمد، ديت منهم شويه اللي وريتهم لكم، ديت شويه من المجمد ودرتها كيما كتشوفي هنايا. هاي وين الطبقه، انا الطبقه الفوقانيه درتها هي التحتانيه كيما كتشوفي. عاوتاني شربت يعني غير سهله مهله، انت على تروحي تشري من برا غاليه و يعني المصاريف نعرفوا بلي راهي صعبه، خدمي في دارك وصاي. هاي وين انا ما كانتش عندي شونتيي خدمت لها بكريمه الزبده بصح جات احسن من الشونتيي. هاكا شوفي كيما راني ندير، يعني طريقه سهله. الكيكه الاولى اللي قدمتها لكم في العيد ميلاد تاع ولدي ان شاء الله نعاود لكم واحده اخرى ثاني. هاي وين كيما كتشوفي دخلتها الثلاجه، قلت لك ريحت شويه في المجمد على حسب ما ديك الزبده شدت روحها مليح. ومن بعد عندي هنا كاناش خدمتها في الدار تاع المره اللي فاتت كان باقي لي، ودرته في الثلاجه مغطيته ودرته في الثلاجه، عاود درت له حميته بين ماغي وعاود خدمت به الكيكه. قلت لكم جربوه يعني المره الجايه نوريكم الكيكه اللي فاتت، يعني ان شاء الله من لا اسبوع ولا نديرها ونوريها للاخوات. كيما كتشوفي احسن ما تروحي تشري، كل شيء راه غالي، اللهم خدمي في دارك وهني راسك.
هذا مكان يعني اسهل ما يكون. كيما كتشوفي هنا زينتها بهذه الطريقه، ان شاء الله نتمنى تعجبكم. هنايا عندي الكرز هذاك المصبر، درت انصاف من الفوق، وانت لك الاختيار. ونتمنى يعني تدعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.